ستبدأ الأيام المؤلمة لبران وديلان، لأن ديلان ذهبت إلى شاير في الحلقة السابقة. صدم باران أيضا عندما رأى ديلان ترفع مسدسا وتريد تلطيخ يديها بالدماء. سوف يخاف باران من عدم قدرته على حماية ديلان، وسيكون باران خائفا جدا من تعرض ديلان للأذى. سوف ترغب ديلان أيضا في تعلم كيفية استخدام المسدس لمنع أي ضرر لطفلها. على الرغم من أن باران يرفض طلب ديلان في البداية، إلا أن باران سيساعد ديلان لاحقا، لكن الغيوم الداكنة فوق عائلة كرابي سوف تنزل عليهم كالكابوس. سيرغب جواهر في إيذاء ديلان وباران في أسرع وقت ممكن. في الواقع، عندما يختطف جواهر الطفل ميران، ستتغير كل الموازين فجأة، لأن ديلان ستقدم كل التضحيات للعثور على ميران. ستأخذ ديلان تضحياتها إلى مستوى أعلى وتطلق باران، لأن ديلان ستذهب إلى جواهر وتقول: سأفعل ما تريد مني طالما أنك تعيد لي الطفل. سيطلب جواهر أيضا من ديلان الزواج منه. ستقبل ديلان عرض زواج جواهر وتتزوجه فقط لحماية طفلها، لذا ستطلق ديلان باران من أجل طفلها. كان لدى ديلان حلم بالفعل في الحلقات السابقة. في ذلك الحلم شهدت ديلان تلقاها من باران، وفي حلم ديلان أيضا أصيب قدرة بيك بالشلل مرة أخرى. علاوة على ذلك، تحول فرات وحسن إلى شخصين سيئين للغاية، لذا فإن عائلة كرابي بأكملها سوف تتفكك وتتفكك. هذا الحلم الذي حلمت به ديلان سيتحقق في الموسم الثالث، لكن على العكس من ذلك، إذا تخلى كاتب سيناريو المسلسل عن تحقيق حلم ديلان فلن يحدث مثل هذا السيناريو. لكن لسوء الحظ، فإن كل ما تحلم به ديلان سوف يتحقق، لأن حلقات الموسم الثالث من المسلسل قد تم إعدادها بالفعل. لذا فإن الحلقات التي نشاهدها الآن هي الحلقات التي تم إصدارها قبل بضعة أشهر، ولهذا السبب لا يمكن حذف الحلقات التي تم تصويرها مسبقا في المسلسل. في مقابلتهم الأخيرة، قال باران وديلان إن الموسم الثالث من المسلسل سيكون مليئا بالأحداث، لأن ديلان وباران صرح أنه ستكون هناك مشاهد متفجرة في الموسم الثالث. باختصار، سيكون هناك الكثير من مشاهد الشر والفراق في الموسم الثالث من المسلسل. سوف يمر حب ديلان وباران باختبارات خطيرة للغاية بسبب زواج ديلان من جواهر. سيعتقد باران دائما أن ديلان تخونه، لكن لاحقا عندما تظهر الحقيقة سيندم باران على ذلك ويطلب من ديلان المغفرة. فهل تعتقدون أنكم تريدون أن يكون جواهر في المسلسل في حلقة الموسم الثالث؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى.